فالأمانة عند أكثر العلماء في تفسير الآية المذكورة هي التكاليف الشرعية عموما، بمعنى كأنه قيل: يا أرض، يا سماء، يا سماوات، يا أرض، يا جبال، هل ترضي يا سماوات أن أكلفك بتكاليف شرعية؟ إن فعلتيها تثابين، وإن تركتيها تعاقبين. قالت: لا يا ربي، لا أريد ثوابا ولا أريد عقابا. كأنه قيل للأرض أيضا: يا أرض، هل ترضين أن تكلفي بتكاليف شرعية؟ إن فعلتيها أثابك الله، وإن تركتيها أعاقبك الله. قالت: لا يا رب، لا أريد ثوابا ولا أريد عقابا. وكذا الجبال قالت نحو ذلك. عرضت هذه الأمانة على إنسان: يا ابن آدم، يا إنسان، هل ترضى أن تكلف بتكاليف شرعية؟ إن فعلتها تثاب، وإن تركتها تعاقب. قال: نعم، أرضى بذلك. قال تعالى: وحملها الإنسان. ثم إن من العلماء من قال: من هذه التكاليف الشرعية، احنا اتفقنا الآن على أن الأمانة هي التكاليف الشرعية، كما صوروها بالنسبة للإنسان هي كل التكاليف. فبعض العلماء عظم شأن غسل الجنابة مثلا، قال: الأمانة الغسل من الجنابة. فكيف يتصور أن الغسل من الجنابة هو أمر عرض على السماوات؟ ما قال هذا القائل إن الغسل من الجنابة عرض على السماوات، لا، إنما الغسل من الجنابة جزء من التكاليف الشرعية التي تخص الإنسان. أما الذي عرض على السماوات، عرض على الأرض والجبال، عموم التكاليف الشرعية التي تليق بها والتي لم توافق السماوات والأرض على حملها، والله أعلم.